بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن احمد بلال، والكابتن اسامه حسن. مساء الفل يا كابتن ناصر. كابتن ايمن، النهارده طاقم تحكيم من الجزائر بالكامل، سواء كان حكم الميدان او حكام الفار او الحكم الرابع. مصطفى غربال، يمكن النادي الاهلي لعب معاه اربع مباريات. النادي الاهلي يمكن من افضل واهم مباريات اللي هي النهائي دوري الابطال اللي النادي الاهلي خده، كان مصطفى غربال كان الحكم. ايضا غربال لعب للنادي الاهلي السوبر الافريقي اللي ما بين النادي الاهلي ونهضه بركان، وايضا النادي الاهلي كسب في اثنين هدفين مقابل لا شيء. حكم كابتن علاء 36 سنه. عاوز اقول حاجه مهمه جدا من خلال قناه النادي الاهلي، بنقول له كابتن اسامه مبروك طبعا لترشيحه لكاس العالم اللي جاي. الاتحاد الافريقي النهارده بيعول عليه بشكل كبير جدا جدا، يعني يكاد يكون من افضل الحكام اللي موجودين في القاره. بنقول له مبروك، بنقول له بالتوفيق ان شاء الله، وهيروح ان شاء الله مش هيروح حكم بار، هيروح حكم ميدان. كابتن اسامه، اللي انا عاوز اقوله ايه، ان احنا فعلا بنبارك له، ونفسنا يعني ان احنا عندنا في مصر كابتن احمد يكون عندنا حد يمثل التحكيم المصري في كاس العالم الجاي. المباراه سهله تحكيميا، هو طبعا ما عندوش صعوبه فيها كابتن نتيجه الخبرات. خلينا نروح للحالات التحكيميه، انا يمكن ما جبتش حالات كثيره كابتن علاء، ولكن حالات تحكيميه ايضا فيها ما يجب تطوير اداء الحكم، وفيها ما يجب ان احنا نشيد بيها. خلينا نروح للحاله الاولى ونشوف عندنا الحاله الاولى هنا. حاله من الحالات مهمه جدا جدا. شوف السبرنت ستوب. كابتن ايمن، الحكم اللي عنده قراءه، الحكم اللي لياقته عاليه جدا جدا، اللي هو بيثبت دايما 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 ان انا مع الكوره، وان انا بالظبط زي ما اللاعب عنده سبرنت. هرجع تاني مع اذنك من فضلك لو سمحت. نقطة مهمة لحكامنا، يعني احنا بنقول لحكامنا هذا الكلام. هو هنا شوف التحرك مع السرعة، يعني هو في تنويع في اسلوب الجري، مش بيجري عمودي، ولكن خلينا نمشي. شوف هو هنا جه وبعدين دخل ناحية الشمال عشان خاطر يبقى عنده الرؤية الجيدة، وهنا سبرنت جيد جدا 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 للحكم. دي أول حاجة بنتكلم فيها من ناحية اللياقة البدنية اللي هي عنصر السرعة وقراءة اللعب كابتن أحمد. نروح للحالة اللي بعد كده. شوف حالة من الحالات المهمة جدا، ونشوف هنا يمكن هنا القرار. طبعا هنا في ركلة ركنية للنادي الأهلي صحيحة جدا جدا، ونشوف آخر من لمس الكرة في هذه اللعبة. شوف مين هو اللي لمس الكرة، هنلاقي هنا نادي طلاء الجيش بيطلع بدماغه بتطلع الكرة. طبعا هو هنا ادى ركلة مرمى. أنا بقول له مصطفى خلي بالك الحاجات ديت، لابد إنك أنت تتأكد جدا جدا مين آخر من لمس الكرة في الفريق. نروح للحالة اللي بعد كده. نشوف حالة من الحالات المهمة جدا جدا جدا. انفراد استمرار لعب ولا أروع لعبد الحق تشاعلي اللي هو الحكم المساعد كابتن أحمد، يعني حكم مساعد متميز جدا جدا جدا. نشوف هنا اللعبة في الإعادة. دي طبعا لعبة محمد شريف اللي كان ممكن إن هو يقدر يسجل منها، ونشوف هنا لحظة التمرير والحكم مساعد عبد الحق اللي هو النهاردة بقول عليه حكم متميز. خلينا نمشي ونشوف. نشوف هو عمل استمرار لعبه، كان قرار صحيح، لا يوجد تسلل، وحاله من الحالات اللي كان ممكن يجي منها هدف، وهنا كان قرار الحكم المساعد كان قرار صحيح. الحاله اللي جايه وحاله من الحالات المهمه ايضا، ونشوف زي ما بنشيد بيك يا مصطفى بنقول لك حاجه مهمه جدا جدا. ستوب بس هقف هنا. انت حسيت بالخطر يا كابتن. صح كابتن احمد، لازم يبعد. حسيت بالخطر، وده جرس انذار ليك، كلام مش مصطفى بس، لكل حكامنا اللي احنا عندنا مشكله في التحرك وفي الدخول في مسار اللعب. انت هنا وطيت، يعني اذا النهارده في هنا محيط لعب مظبوط، لابد انك انت تفكر بقى، لازم يبعد شويه. بالظبط كده، هرجع تاني اشوف هيعمل ايه. بص هو قرب تاني كده وكده، مش مظبوط ان هو يقرب، خرج غلط، وبالتالي هنا اصطدام الكره بيه. بقول له دي الحاله لو في كاس العالم هتتاخد عليك بشكل كبير، فلابد النهارده احنا من خلال النادي الاهلي مش بنقول ننقد، ولكن احنا بنقول ما يجب تطويره في اداء الحكم. ولكن بشكل عام هي مباراه سهله، هو سهل على نفسه، شخصيته طبعا واداره المباراه كمان. النادي الاهلي النهارده ونادي طلائع الجيش النهارده اعتقد كابتن احمد
سهلوا الدنيا كلها، مفيش اعتراضات، في احترام للحكم، وبالتالي اداره تحكيميه جيده. نتمنى ليه التوفيق كاس العالم، وايضا نتمنى للكره المصريه ان هي تتقدم وتحكيم المصري يبقى في احسن حال، ودي كانت اخر حاله في الحالات. شكرا جزيلا كابتن ناصر تعطينا. شكرا لك. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في كاس السوبر المصري، والتي انتهت فوز طلائع الجيش على نادي الاهلي بركلات الترجيح. مبروك لنادي طلائع الجيش، وحظ اوفر للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. في النهايه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن، نور. شكرا يعني. كابتن احمد بلال الف شكرا يا كابتن، نور. خليك وارد لك نادي الاهلي. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن، شكرا. كابتن اسامه حسني شكرا يا كابتن، نور. شكرا يا كابتن ايمن. واللعيبه انت خسرت النهارده السوبر، لكن لسه عندك الكاس، لازم تصالح جمهورك، عندك مباراه بعد 3 4 ايام، لازم اللعيبه يلموا بعضهم، يلموا نفسهم بسرعه علشان عندك بطوله تانية. مظبوط، عشان تقدر تعدي خساره السوبر النهارده، وعندنا بعديها فتره كبيره لتصحيح الاخطاء. بس عندك مباراه مهمه جدا هي مباراه انبي بعد 3 4 ايام. طبعا طبعا. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.